بعد جمعتين من رياحة مشاهدينا بنرجع معكم مع بطولة لبنان للباسكت 2017-2018. نحن اليوم بالزوق من ملعب جامعة الويزي. الويزي عم يستقبل بيبلوس بجيم أكيد رح يكون رائع، لأنه اثنيناتهم عم بيقدموا نفس المستوى، اثنيناتهم بنفس المركز، اثنيناتهم عندهم خمس خسارات وربح. خلينا نحكي شوي على الجيم مع رودريك. رودريك، أول شيء الحمد لله على السلامة، أول جيم لك السنة فينا نقول. صح. أول جيم يعني إذا فينا نقول. كيف حس حالك؟ كيف صرت؟ صرت أحسن بكثير من قبل، وبعبدي شوي يعني يمكن جمعة جمعتين بصير 100%. عم بتمرن واليوم رح كون مع الفريق، كوتش ديسيجن يعني هو بيقرر اذا بفوت او ما بلعب، عرفت؟ بس انا منتلي ريدي، وهيدا الجيم كثير كثير مهم لفريقنا. اثنيناتنا نحن والويزي 1-5 ومن تحت، اثنيناتنا بدنا نعلل سبيشلي نحن، يعني مش هيدا المركز اللي بدنا نكون فيه بالسيزون، سو لازم نعمل كل شيء عنا تنقدر نربح هيدا الجيم. طيب الويزي عم يلعبوا احسن منكم، اذا فينا نقول ما نتخبى وراء اصبعنا. الويزي عم يلعبوا باسكت كثير حلو، حتى الجيمات اللي خسروها خسروها بصعوبه. صح. انتم كنتوا عم تخسروا جيمات بسهوله، في جيمات خسرناهم بطريقه كثير بشعه، ما بترد يعني ما بتفرج الايمج المظبوط تبع الفريق. اخر جيمين لعبنا كثير منيح، مومنتمن خسرنا بالاخر، حكمي خسرنا كمان اخر دقيقتين. اوكي. علينا اليوم نلعب منيح ونخلص الجيم، يعني اهم نقطه عندنا نعرف كيف نخلص الجيم. أوكي. هي كثير مهمه، لانه اخر تو جيمز لعبنا منيح. الادفانتج انه برات ارضكم. صح صح. ساعد سليت كتير مهم الجيم، يعني مثل ما عم نقول كتير مهم الفوكس تبعنا كله ونقدر نربح. اهم شيء سليت يعني سليت صرت ولا ربحت قبل تشويت ثلاث نقط قبل الجيم؟ ما تحديت حدا، بس شفتك انت عم تشوف. يلا خلينا نحكي مع جيمي. جيمي، جيم كتير مهم مثل ما قلنا هلا، قريب شوي بيس مثل ما حكينا هلا مع رودريك، جيم كتير مهم. صح. للفريقين، الفريقين عندهم خمس صارات وربح. صح. انتوا عم تلعبوا جيم، عم تلعبوا باسكت احلى منهم، بس هن بيبلوس اخر شيء. لكن مزبوط، هن بيبلوس، واذا بدك الباسكت الاحلى او لا، هن بتعرف عم غيرين كوتش ورجعين جايبين الاسيستنت هلا، خفى شوي عندهم. يمكن نحن صرنا ثلاث سنين مع كوتش مروان، هيدا الشيء ما بهم يعني، بالنهايه هن رح يضلوا بيبلوس، نحن رح نضل الويزه، رح يقدموا البرفورمنس تبعهم، نحن عارفين هيدا الشيء، سو علينا نحن نعمل اللي حضرناه له، صرنا جمعتين بنحضر له. هيدا الجيم كتير مهم لنا وضروري نطلع بالربح. يعني شو برايك لازم تعملوا اليوم لتربحوا ضد بيبلوس؟ رح اعطيك اياها يعني من الاخر اللي محضرين له نحن. ما حدا عم يسمع ولا يهمك. عندنا ماركس هول وبوينتر، هن مثل ما مبينين كي المنتس تبعهم. اوكي. سو اذا بنوقف لهم الكي المنتس تبعهم، وقف شوطة الي ستيفان، على راد نطلع بالربح. انا بعطيك معلومه، هولسي رح يكون منيح. منيح؟ ايه. شو عرفك؟ انا هيك بقول. يلا جود لك. الستارترز مشاهدينا اليوم رح يكونوا بالويزي ترافيس فرانكلين، موبلي، دندش، سالم وهاريس. اما ببيبلوس هول، ستيفان، كنعان، بوينتر وهولسي. هولسي اللي استغنوا عنه بجيم واحد بيبلوس، كرمال هيك عم بقول لجيمي سالم رح يكون منيح، استغنوا عليه بجيم واحد، رجعوا هلا بيرجع بيلعب بقى. انا بتصور رح يعطي، رح يفرجي انه انا هون، انا بقدر العب، انا حاضر. يعني اوقات شوك هيك كثير منيحه للعيبه. مثل ما قلنا اثنيناتهم فينا نقول بالمركز السابع، الفريقين الويزي وبيبلوس لاعبين ست جيمات، ربحانين واحد خسرانين خمسة، تقريبا بسجلوا نقط قريب لبعض، 80 نقطة لبيبلوس، 76 نقطة بسجلوا الويزي بالجيم. الريباوندز 24 لبيبلوس، 26 للويزي. هذا عم نحكي ديفنسيف، الاوفنسيف 12-10، 36 ريباوند بالجيم لبيبلوس 37، يعني مثل ما عم نشوف الارقام كثير قريب لبعض، ثلاث نقاط فرق بيسجلوا بيبلوس اكثر، الريباوندز ريباوند اكثر للويزي، اسيست 16.5 لبيبلوس 14.3 بالجيم، عم نحكي تقريبا اثنين زياده لبيبلوس. ستيلز 8.5 بيبلوس 5.3 للويزي.
بلوكشز 3.3 لبيبلوس، 2.8 للويزي. جول فيلد جول برسنتج على النقطتين 48.4 بيبلوس، 44.9 للويزي، ومن الثلاث نقط 31.7 لبيبلوس، 32.8. مثل ما عم نشوف بالارقام فينا نقول انه شوي احسن بيبلوس السادس سبعولون من الويزي. حكامنا الكيت اليوم فوزي عشقوتي، عادل خويري وكلود ابي جبرايل. اما الكوميشنر فهو السهيل صفر. بيبلوس بالازرق، كحلي بالابيض، الويزي. الفريقين تقريبا رح يكونوا بالملعب مثل عادي. النشيد الوطني رح هلا يبلش. الفريقين اكيد بنص الملعب الستارترز. نادي الويزي نادي اللي انا شخصيا بحبه لانه نادي عم يشتغل صح، نادي اخلاق رياضيه للماكسيموم، كل شيء عم يعملوه منيح، عم يشتغلوا للرياضه بلبنان وللباسكت بلبنان، هيك بدنا الانديه. جامبول هاريس عم تبرم، موبلي دندش، هاريس عن جديد فيك بفوت على الباسكت ما بيحط ببداية بوينتر. بوينتر عم بيعطي على الطابة هو ستيفان، بيلعب له علي كنعان، أول سلة بالجيم. دندش بوبلي سالم بلوك شوت، هذا كان موبلي. هاريس بفوت على الباسكت بيلعب باس حلو كتير ما بحط صفة. دندش اول سلة كانت لبيبلوس، 2-0 لبيبلوس. بيبلوس بالكحلي، ترافيس فرانكلين بفوت على الباسكت ما بيخلص، لازم تحطون هيدول يا شباب. من الكاتي انا برايي الفريقين ما لازم يستعملوا الثلاث نقط كثير لانه السله منا هينه، قاسيه ما بتبلع مثل ما بنحكي بالباسكت ما بتبلع. دندش باس حلو كثير، حلو كثير باسك يا دندش. 2-2 اسيست من دندش واول سلة للويزي وفرانكلين. علي فيك بقرب، رابع نقطة لبيبلوس، رابع نقطة لعلي كنعان. دندش هاريس، هاريس من الكاتي قصيري، زت على الفاست بريك كان لوحده، يقطع الطابة حلوة كتير من فرانكلين، بيفوت لوحده على الباسكت، دفاع كتير منيح من علي كنعان. لازم تلعب باس كنت يا فرانكلين، كمان
قلت لكم من ثلاثه ما راح تكون هينه اليوم، ابدا ما راح تكون هينه. دندش فرانكلين، دندش على جديد، جندش ميد رينج، تبرم تطلع، هاريس، فريقين عم يلعبوا مان، موبلي لبرا عن جديد، اخر ثواني بيشوت بمدايقة موبلي ما بيحط. هول شوت ثلاثة باخر ثواني كان مضايق موبلي، ما خليه يشوت مرتاح، اوت. عم يعتمدوا كثير على الثلاث نقط بيبلوس، انا برجع بقلكم كمان مرة بهالملعب ما فيك تلعب كثير من برا. دندش جيمي سالم لمين؟ دندش لتاني ميل فيك، بيخلص الوقت، اللعيبة لازم تضل عينها على 24 سكند الشوت كلوك. هول ستيفان ميد رينج ما بتفوت، موبلي ريباوند عالي، بيلعب بلوك شوت من ترافيس فرانكلين. ترافيس من تاني ميل، موبلي عم يدافع عليه، دفاع حلو كتير. هاريس بفوت على الباسكت، بحط هاريس، 4-4. كنعان هول بفوت على الباسكت، ما بيحطها، بتبرم تطلع برا. دندش سالم عن جديد، بحطها، أول نقطتين لبراندن موبلي، كمان حلوة هالسلة. هولسي، في هولسي وفي موبلي، موبلي حط للويزي، هولسي حط لبيبلوس. هاريس دندش تبرم للسالم على الزاوية قصيرة، فرانكلين ريباوند وفاول. فرانكلين بفوت، بحب كثير يفوت ميلة الشمال، ووكينج بول حكم، كثير انتبهوا، فرانكلين كثير بحب يفوت ميلة الشمال، اللي عم بدافع عليه لازم ينتبه لهالشيء. عم تبرم على كل اللعيبة توصل لهول، بول اب ما بتفوت معه السلة. تاني ميلي هاريس للدندش لسالم، شوت يا سالم عند هاريس، كيتي مع باسكت، باسكت ان بول حكم وفاول. تسعة ستة الويزي والطابة مع الويزي. بعده فاول، ما حضن عليه فاولين بالفريقين، ولا فاول على الويزي، فاولين
على بيبلوس. موبلي، جيمي سالم، هاريس، بول اب ما بتفوت. شوفوا بيعمل البوكس اوت، بس بيقدر جيمي سالم بيقاتل وبياخذ الطابه، بس تيرن اوفر. بيعمل اوفنسيف ريباوند بقتال جيمي سالم، مع انه البوكس اوت كان كثير منيح من صفا اكيد. هاريس 5 نقاط، علي كنعان 4 نقاط، 4 ريباوندز لعلي كنعان. بلوك شوت من سالم، قد ايه عالي البلوك شوت يا سالم؟ على مين؟ على هولسي. هاريس دندش شوت يا دندش. فرانكلين باسكت من فرانكلين، 11-6، رابع نقطة لفرانكلين. كنعان من الثلاثة بحط الكنعان، 7 نقطة للكنعان، بيرجع منزل فرق لنقطتين، قلع الماتش. أقل من 3 دقايق ليخلص الكوارتر الأول. دندش دفاع كتير منيح من هاريس، بيعمل ستيل. هذا مش هاريس، هول بيرجع بيعمل ستيل على الأوت. دندش مروان كوتش عم يحتج على ال 24 شوت كلوك. مروان كوتش مروان خليل، جوفان كورين مدرب بيبلوس، مروان خليل مدرب اكيد الويزي، عم اكيد الحكام كلود وعادل عم بيشوفوا بغيروا الشوت كلوك من 14 ل 17. أكيد بيحكوا مع كوتش مروان وبيمشي الحال. حلو الباس، حلو الاسيست، حلوة هيدي البلاي، هاي بلاي انعمل سكرينات صح، أخذ سلة تحت الباسكت لوحده. هولسي بيسجل نقطة الرابعة، 11-11. هاي كانسل دومينيك، أول نقطة تاني له. على البوست فرانكلين، أول ما يشوف في مس ماتش دغري فرانكلين، ترافيس فرانكلين بيلعب على البوست. علي كنعان أكثر لعيب مسجل بالجيم لهلا 7 نقط، وأكثر لعيب جايب ريباوندز 4 ريباوندز، 4 ريباوندز. أول كوارتر حلو كثير للكنعان، أول فري ثرو إن 2 من 2. هول لتاني ميل سير دومينيك. ستيفان حلوة وديفنس أحلى من موبلي لوحده تحت السلة، ما حدا لعب له. هاريس على الكيتي جوا، هاريس طلعت أحسن ما لعبوا له لفرانكلين تحت السلة، 8 نقطة لهاريس. هولسي ستيفا، هولسي عن جديد من ثواني على الشوت كلوك، هولسي ميد رينج ما بيحط. دندش الريباوند لهاريس، دي او نص ليخلص كورتر الاول. ترافيس فاول هولسي، عموري طارق بفوت محل إلي ستيفان. هذا كان الفاول الأول على هولسي، أول فري ثرو فرانكلين برا.
تاني فري ثرو كمان برا بفوتوا على السله قبل بوقت ما لهم حق يلي عم بنطوا على الريباوند ما له حق يفوت قبل ما يطلع من ايده هول دفاع كتير منيح كتير منيح الدفاع بخلص هول عن جديد كنعان ما بيحط شوفوا التب من موبلي عم يطالبوا بفاول بنش بيبلوس عم يطالبوا بفاول فرانكلين بيدعس على اوت اوت 16-11 55 ثانية ليخلص الكوارتر الأول الويزي متقدم فرق خمسة بوينتر بفوت على الباسكت بيلعب لتاني ميل اكسترا باس عن جديد بوينتر عن جديد لهول ثلاثة ما بيحط ريباوند فرانكلين دغري لازم الاوتلت باس عم يتأخروا هارس من ثلاثة ما بيحط فرانكلين ريباوند بياخذوا وقتهم 8 ثواني لا تخلص الشوت كلوك 24 دندش لبرا فرانكلين بعد عنده ثانية بشوط من بعيد نو باسكت بيقول الحكم بدنا نشوف على الريبلاي ايه بدنا نرجع نعيدها بليز مش معقول بدنا نعلق يعني شو صعب التعليق بدنا نرجع نعيدها بعد مرة بليز شو صعب تبين شو بقول الحكم؟ باسكت ان بقول الحكم 9 نقط لفرانكلين تسعتاش 11 هول اخر 8 ثواني من الكورتر الاول سركيس على الملعب رح يخلص الوقت تيرن اوفر دندش من نص الملعب ما بتفوت بيخلص الكوارتر الاول 19-11 للويزي 8 نقط الفرق احداشر نقطة كتير قليل مسجلينه بيبلوس كتير قليل 19 نقطة اللي مسجل قدامنا ستاتس 41% للويزي 28% لبيبلوس كتير قليل 28% 3 من 7 3 نقط للويزي 1 من 6 لبيبلوس ريباوندز هون اللي صاير الربح من ورا هيدا 15-8 ريباوندز مسيطرين على الريباوند كله الويزي خليني قلكن باخر 8 دقائق هن لاعبين ضد بعض ببطوله لبنان 8 مرات اول مره كانت ب جانوري 5 2016 بيربح بيبلوس 69-68 من وقتها لهلا لاعبين 8 جيمات ربحان 7 بيبلوس والويزي ربحان مرة واحدة اللي ربحها الويزي كانت بأزار 12 نيسان 12 2016 74 ليكو قد ربحوا الويزي 74 41 اما اخر جيم لعبوه سوا كان
بنيسان 5/2017 84-90 بيربح بيبلوس. خمسة فاولز، أربع فاولز على بيبلوس بأول كوارتر، ولا فاول على الويزي. أول سلة بالكوارتر الثاني لهول. شو شو أديب أول نقطة له، شو بتبين هيني؟ جيمي فرانكلين، ولا فاول الويزي بالكوارتر الأول. هاريس هيدا لما عم يلعبوا من تحت السلة كمان. دندش ثلاثة، دندش ثلاثة، 22-13 فرق بيصير 9. هول كثير عم يلعبوا بعيد عن السلة، كثير عم يلعبوا بعيد عن السلة. هول بلوك شوت من هاريس، بتضل الطابة مع بيبلوس. بعد في 4 ثواني على الشوت كلوك. ما عارفين بالوقت، ما عارفين بالوقت. الساعة وقفت. كان في 4 ثواني. أنا برأيي قطعوا ال4 ثواني، بس ما بعرف القانون شو بيقول بهالكيس. اثنين وعشرين 13، 9 نقط للويزي. فرانكلين اكيد الحكام الثلاثة بتشاور شو بده يصير. فرانكلين 9 نقط هداف الجيم، وفرانكلين 4 ريباوندز هو وعلي كنعان. جيمي سالم 3 اسيست، وهول 3 اسيست. بعدنا اكيد مشاورات. بس فينا نرجع اكيد لاخر لطابه وقتها كانت من تحت السله. أكيد بدنا نرجع لوقتها كان الطابة تحت السلة. أكيد كوتش هون وقفت. إذا فينا نعيدها، الطابة وقتها كانت تحت الباسكت تمام، يعني من الأوت. كان بيقولوا الطابة مع الويزي. جيمي سالم فرانكلين موبلي، دفاع كتير منيح من هاريس، من هول على هاريس. نقط بيقول الحكم تايم اوت. بيبلوس 3 نقط جديدة. أول 5 نقطة لا موبلي. إذا فينا نعيدها بعد مرة بليز لنشوف إذا 3 نقط أو نقطتين، لأنه
كل بنش بيبلوس عم بيحارج على النقطة لأنه نقطتين مش ثلاثة. ثلاثة مرتاح، ثلاثة وبعيد. خمسة وعشرين 13، 12 نقطة الفرق. أكيد كوتش بيبلوس كتير معصب وعم بيفش خلقه باللعيبة، يعني أكيد بدهم بهدلة، أكيد بدهم بهدلة. يعوي جوفان، كوتش جوفان مثل قدامنا عم نشوفه قدامنا. غورن بعده، كوتش جوفان عم بيحرج على الأربع ثواني، بتصور معه حق. كورت الثاني علي هول، بفوت على السلة ما بحطها طارق عند فرانكلين. هاريس بفوت على الباسكت، فاول على كنعان. اثنين فري ثروز لهاريس. اول فري ثرو قصيري. ثاني فري ثرو جوا، طلع الفرق لك 13. هولسي باسكت ان مع فاول. شوفوا الهلب اللي اجا، شوفوا الهلب اللي جاي من بعيد. فاول على موبلي وفري ثرو لهولسي. اند وان هولسي، نقطته الخامسة. جيمي سالم دندش ورا ظهره لفرانكلين، فرانكلين الثلاثة بتبرم تطلع برا. كنعان الريباوند، ريباوند الخامس لعلي كنعان. هول فيك شوطة ما بيحط. هولسي الريباوند، اوفنسيف ريباوند، بلشوا يتحسنوا على الريباوند. هولسي موف حلو كتير، سابع نقطة لهولسي. اوفنسيف ريباوند وسلة بينزل الفرق ل 8. موبلي جيمي يلعب على طارق، ما بيقدر لدندش. سبين موف حلو كتير الموف يا دندش، وحلو الموف يا دندش، عظيمة. خامس نقطة للدندش، بيبعت لي غمزة. هولسي برد دغري، أنا قلت لكم أول جيم هولسي رح يلعب منيح اليوم. هاريس موبلي من ثلاثة جوا، موبلي ثامن نقطة لموبلي، بيرجع بيطلع فريق ال 11. فريقين عم يلعبوا باسكت حلو. كمان هولسي فاول، أنا شفتها. باسكت ان
اند وان. دندش دندش بياخذ الفاول. تكنيكال فاول دغري. عمين تكنيكال فاول، خلينا نشوف عمين راح يصفرها الحكم. بعده تراش توك ماشي. دندش وستيفان، ستيفان بيحكي مع كوش بيقول له اندر كنترول. هول فري ثرو اوت. اخر 10 نقط، بحب مشاهدينا اقول لكم انه اخر 10 نقط لبيبلوس مسجلهم هولسي، هو مسجل لهلا 12 نقطة بس اخر 10 نقط ورا بعض لبيبلوس مسجلهم هولسي. كنعان عموري بفوت على الباسكت صعبة. فرانكلين زت يا فرانكلين، زت يا فرانكلين. بلوك شوت، انا مبسوط للبلوك شوت صراحه، يعني لازم يزت. وهلا تاخر بالزته ما بيخلص، بدك تزت، ممنوع يكون في واحد سابقك ما تزت له. هول لازم يزت قبل، وفرانكلين لازم يزت. ما حلو الباسكت هيك ابدا. هارس بفوت على الباسكت بحط. هارس مش حلو كل الباسكت 1 اون 1. 11 نقطه كمان لهارس. بوينتر بيتحضر ليفوت على الملعب. كنعان اجرو على الزيح ما بيحط. انا بصراحه ما عم شوف باسكت حلو من الفريقين. دندش ميد رينج جوا. دندش جيم كبير لدندش، سابع نقطة له. الفرق 12. هولسي ستيب باك قصيري. هارس ريباوند. هارس هارس ميد رينج ستيب باك. باسكت حلوة أنا حبيتها. كل شيء عم يلعب هلا 1 اون 1 مش باسكت هيدا. هول شوفوا شوفوا كله 1 اون 1. لا أنا برأيي لازم يصير في تايم اوت هلا، باس وباسكت على الفاست بريك تايم اوت بيبلوس. سبعة 37 23 ترافيس فرانكلين. ترافيس فرانكلين نقطه ال 11. بتصور الفريقين لازم يلعبوا باسكت صح هلا، عبالنا نحضر جيم ننبسط فيه مش كله 1 اون 1. بكره في متحد رياضي بالمتحد جيم كثير حلو بذكركم فيه، والاحد في هومنت من شانفيل بالمزهر. الجيمين راح يكونوا الساعة 5 بكره والاحد. هداف الجيم لهلا هاريس. فرانكلين اكثر لعيب عمل ريباوند 6. شوفوا قد ايه الفيلد جولز، الفيلد جولز 57% للويزي افريج كثير منيح، 32% لبيبلوس. من ثلاث نقط 6 من 11 54% كثير منيح الافريج على ثلاث نقط للويزي. 1 من 6 ما عادوا شاطوا، ثاني كوارتر ما شاطوا عن ثلاث نقط. 16% لبيبلوس عم نحكي.
ريباوندز 21-11، اسيست 9-6. الويزي متفوقين بكل الميلات. اند 1 فرانكلين نوتو 12 هول. ستيفان بوينتر بفوت على الباسكت، بيسحط ووكينج، تيرن اوفر، دقت باجره، دق باجره يمكن غنتوس، غنتوس بالملعب هلا. هارس غنتوس زون ديفنس 2-1-2. غنتوس بيلعب لفرانكلين، فرانكلين باسكت مع فاول. الفاول على هولسي، الفرق بيطلع على 19. رودريج عقل بفوت على الجيم محل هولسي. هذا الفاول الثالث على هولسي، كرمال هيك بغيروا الكوتش اكيد جوفاني. اند 1 فرانكلين نقطه ال 15. عقل هول 20 الفرق صار، بعدنا باول هاف. تبرم صح بوينتر، شوتها بوينتر، دانك من بوينتر، بيرجع بياخذ ستيل، بحط سله ثانيه بوينتر بظرف 3 ثواني. سادس نقطة على بوينتر، كان الفرق 20 نزل ل 16. غنتوس لنشوف كيف رح يلعبوا ضد الزون. غنتوس فيك ما بيحط، بوينتر ريباوند، فايت على الباسكت، بتضل الطابة مع بيبلوس بيقول الحكم. هاي الدنك طوف، بعدين ستيل وسلي، طابة مع بيبلوس. ستيفان بده يشوت، عشقي بوينتر 10 ثواني، بفوت على الباسكت بيلعب باس حلو كتير لهول، هول ما بيحط، كان عم بجرب يجيب الريباوند، الطابة بتضل مع بيبلوس على بول، صح. ساعة بتروح على 14 ما بعرف ليه. رودريج بوينتر لرودريج 5، بوينتر لازم يشوت لكن عان، كنعان باسكت حلو الباس على البزر، بينزل فرق 14. كنعان نقطه 9 مع 5 ريباوندز، ديفنس كمان كثير منيح على فرانكلين. شوفوا مين عم يجيب الريباوند. فات معصب كثير، ما خلص، بدك تقرب اكثر على السله. بوينتر لازم تقرب واستعمل الباك بول. هارس هيك بتمرم الطابة صح لتوصل عند الفاضي، بشوط بحط، هيك بتلعب ضد الزون، برب الطابة بسرعة بلا دربل. نقطة 16 لهارس، برد دغري دغري برد ستيفان، ثلاث نقط، أول ثلاث نقط له بالجيم. شوي أكثر من دقيقة ليخلص الهاف الأول، 10 ثواني على الشوط كلوك. غنتوس لتاني مين لهارس من الثلاثة، هارس قطعة جديدة، ما تشوفوا قد إيه كان مضيقوا ستيفان، قد إيه كان مضيقوا. نقطه 19
ستيفان بده يرد من الثلاثة، ستيفان بيرد من الثلاثة كمان، ستيفان دغري سادس نقطة له. تايم اوت لويزي، بدك تنط يا هرس، بدك تنط، هذا ستيفان عم يشوط، بدك تنط. رجع الفريق ل 14، هرس سكورر جيم 19 نقطة. هو معدله 19.8 بالجيم، هارس معدله 19.8 نقط بالجيم اليوم، مسجل 19 بعده ما خلص الهاف الأول. فرانكلين 15 نقطة، موبلي 8 نقط، هولسي 12 نقطة، كنعان 9، بوينتر 6، حط 4 نقط منهم بآخر بأربع ثواني، خمس ثواني بآخر الهاف الأول. يعني أجانب بيبلوس لازم يشرفوا. بوينتر وهول بالريباوندز، فرانكلين 6، كنعان 6، هارس 6، هولسي 4، موبلي 3، بوينتر 2. دندش اخر 40 ثانية من الهاف الأول. فرانكلين زون 1 2 2 هالمرة، تبرم توصل لدندش من الثلاثة ما بيحط، طابة بالاوت 22.8 اخر اتم، لازم تكون لبيبلوس، ما لازم يشوطوها بسرعة. لنشوف هول عم ياخد وقته، 10 ثواني، سكرين من بوينتر، 7 6 من 3 بتفوت، بتقلقل بتطلع وبترجع بتفوت، بحط هول 3 نقط بوقتها، نقطته الخامسة بينزل الفرق ل 11، بيرجع بفوت شوي يعني، بيطلعوا بيبلوس بيطلعوا الهاف تايم. بعد جمعتين من رياحة مشاهدينا بنرجع معكم مع بطولة لبنان للباسكت 2017-2018. نحن اليوم بالزوق من ملعب جامعة الويزي، الويزي عم يستقبل بيبلوس بجيم اكيد رح يكون رائع، لانه اثنيناتهم عم بيقدموا نفس المستوى، اثنيناتهم بنفس المركز، اثنيناتهم عندهم خمس خسارات وربح. خلينا نحكي شوي على الجيم مع رودريك. رودريك اول شيء الحمد لله على السلامه، اول جيم لك السنه فينا نقول، صح اول جيم يعني اذا فينا نقول، كيف حس حالك، كيف صرت؟ صرت احسن بكثير من قبل، وبعبدي شوي يعني، يمكن جمعه جمعتين بصير 100%، عم بتمرن واليوم رح كون مع الفريق، كوتش ديسيجن يعني، هو بيقرر اذا بفوت او ما بلعب، عرفت؟ بس انا منتلي ريدي، وهيدا الجيم كثير كثير مهم لفريقنا، اثنيناتنا نحن والويزي 1-5 ومن تحت، اثنيناتنا بدنا نعلل سبيشلي نحن يعني، مش هيدا المركز اللي بدنا نكون فيه بالسيزون، سو لازم نعمل كل شيء عنا تنقدر نربح هيدا الجيم. طيب الويزي عم يلعبوا احسن منكم اذا فينا نقول، ما نتخبى وراء اصبعنا، الويزي عم يلعبوا باسكت كثير حلو، حتى الجيمات اللي خسروها خسروها بصعوبه، صح انتم كنتوا عم تخسروا جيمات بسهوله، في جيمات خسرناهم بطريقه كثير بشعه، ما بترد يعني ما بتفرج الايمج المظبوط تبع الفريق، اخر جيمين لعبنا كثير منيح، مومنتمن خسرنا بالاخر، حكمي خسرنا كمان اخر دقيقتين، اوكي علينا اليوم نلعب منيح ونخلص الجيم، يعني اهم نقطه عندنا نعرف كيف. مساء الخير عن جديد مشاهدينا، بس شوي اخذوا عطا انا والحكم فوزي عشوتي، نحن هلا فوزي عشوتي الحكم اليوم هو وعادل خويري اكيد وكلود ابي جبرايل. ستاتس قدامنا تبع الهاف الاول يلي خلص 49 لويزي 38 لبيبلوس، 56% فيلد جولز
للويزي، 40% لبيبلوس من ثلاث نقط، 8-14 الويزي كثير منيح، 57% الافرج، 4-9 44 كمان منيح لبيبلوس، مع انه كانوا مبلشين 1-6، ريباوند 22-16 هون عاملين فرق الويزي اكيد، اسيست 12-8 كمان احسن للويزي، تيرن اوفرز 8 الويزي 3 ما عاملين تيرن اوفرز، قليل تيرن اوفرز لبيبلوس، ستيل 2-3 بلوك شوتس 4-1 للويزي. مثل ما عم قلكم الدمج الاضرار صارت كلها لفريق بيبلوس بالكوارتر الاول يلي سجلوا فيه بس 11 نقطه، خلص 19-11 الكوارتر الاول، سكور كثير قليل. بالكوارتر الثاني سكور كثير عالي للفريقين 30-27، وهيك بيخلص الصف الاول 49-38. خليني اقول لكم بس بقلب الزون مسجلين الويزي 12 نقطه، 22 ل بيبلوس. اكيد البنش ولا لعيب من البنش الفريقين مسجل، اكثر لعيب مسجل هاريس 19 نقطه، اكثر لعيب جايب ريباوند هن التاتي كنعان من بيبلوس، فرانكلين وهاريس من الويزي، اما اكثر لعيب عمل اسيست هو هول من بيبلوس. مثل ما قلنا الفريقين صاروا لاعبين 6 جيمات لهلا. بالنسبه للويزي خسرانين لاعبين 6، خسرانين 2 على ارضهم وكاتي برات ارضهم، الجيم اللي ربحوه على ارضهم. بالنسبه ل بيبلوس ربحانين جيم 1 برات ارضهم وخسرانين 5 جيمات، 2 برات ارضهم وثلاثه على ارضهم. الكوارتر الثالث هاريس دندش موبلي، موبلي ميد رينج من هيني ابدا بمضايقه بوينتر، موبلي نقطه العشرة. ستيفان هول رودريك، هول عن جديد كمان رودريك، كنعان بلوك شوت من موبلي، الطابة بتضل وثانية على الشوت كلوك، بتضل طابة مع بيبلوس، بوينتر بستة بجيب الريباوند موبلي ودغري لهاريس الاوتلت. انا ملاحظ انه الفريقين كثير بطيئين على ترانزيشن اوفنس، كثير بطيئين. كمان بعدنا زون 2-1-2 من بيبلوس، فرانكلين عم تبرم لهاريس، اخر ثانية موبلي على الثلاثة، هاريس بيعمل التب ما بتفوت، كان عن الريباوند لهول، بوينتر بفوت على الباسكت بيده الشمال بياخذ الفاول، كان عم بيصير لوحده عامل 7 ريباوندز. اثنين فري ثروز لبوينتر، اول فري ثرو ان، اثنين من اثنين، نقطه الثامنه، دندش بيلعب باس حلو كتير، بلوك شوت من بوينتر، كانت بلوك شوت ولا فاول، كمان عن ترافيس ما بيحط، تب من علي كنعان بتروح لعند هول، هول بيفوت على الباسكت ما بيحط، مش اليوم، مش اليوم يوم وابدا لهول،
فرانكلين بيعمل موف كتير حلو، بياخد الفاول من علي كنعان. نقطة 17 فرانكلين وعنده فري ثرو. هولسي بيرجع بفوت على الجيم محل كنعان. بذكركم انه 3 فاولز عليه لهولسي. 8 دقايق فرق 14 الفرق، و 18 نقطة لترافيس فرانكلين. رودريك هولسي بده يلعب على موبلي، بيلعب بيده الشمال ما بيحط. ترافيس الريباوند لجيمي سالم. مان بيقلبوا مان دغري. دندش ورا ظهره. فرانكلين موف وبلوك شوت. ترجع عند دندش. 5 ثواني دندش موف رائع وباس احلى. لعبة حلوة كتير من دندش لفرانكلين. نقطة 20. شوفوا البلوك شوت. رودريك ستيل هاريس دانك. هاريس تايم اوت. بيبلوس 21 نقطة لهاريس، بيطلعوا الفرق 18 الويزي. على لعيبة الويزي بالنسبة للعيبة بيبلوس. هول 5 نقط مع 5 اسيست. هول ما اجى اليوم على الجيم. ستيفان 6 نقط. رودريك عقل هو على الملعب بعد ما صرف. بوينتر 8 نقط مع 2 ريباوند. هول 12 نقطة مع 4 ريباوند. أرقام أبدا ما منيحة للاعبين فريق بيبلوس. بذكركم انه علي كنعان هو اكثر لعيب جايب ريباوندز بالجيم لهلا ب 8. هاريس 21 نقطة اكثر لعيب مسجل. ستيفان هولسي حلو الاسيست. حلو الاسيست من ستيفان هولسي. نقطة 14. موبلي هلا بحط الموبلي. شافه ميس ماتش دغري بيسجل نقطه 12. بيده الشمال ما بيخلص. رودريك لو عند دندش سبين موف حلو كتير. بيكمل على الباسكت ورائع الباس يا دندش. يا دندش شو حلو هالباس. شوفوا هالسبين موف وباس حلو كتير بيده الشمال. هول رودريك هولسي بوينتر. هول اكسترا باس قصيره بيرجع بياخدها بيده الشمال. لازم تلعبها لبرا كنت يا ستيفان. رودريك لحاله. هاريس تيرن اوفر. هول رودريك من الكيتي قصيره. أنا برأيي هول اليوم أوف. دندش لهاريس. موبلي من كيتي قصيري. بتروح عند هولسي اللي بياخذ الفاول. قال سركيس محل رودريك عائل. ما هيني بعد كل هالفترة تعويرة ما عم يلعب. يفوت رودريك عقل ويلعب منيح كثير صعبة. هولسي فاول باسكت ان
فاول. عنده فري ثرو هولسي. ما بحطها. 16 نقطة لهولسي والفرق 18. يعني معلش شوية بريس بيمشي حاله داندش. بدك تجرب خسران 18 نقطة بدك تجرب. بلوك شوت جديد كمان. داندش بيرجع بيلعب الباس لفرانكلين اللي بيسجل عن جديد. نقطه ال 24 لفرانكلين. شوفوا مظبوط عم بيقاتل على الديفنس. عم بيقاتل بوينتر على الديفنس. ساركيس هول بوينتر تيرن اوفر دانداش فاول انسبورتسمان لايك فاول على بوينتر. سبورتسمان عنده اثنين فري ثروز لدندش والطابية بتضل مع الويزي. اول فري ثرو ان. ثاني فري ثرو برا. دندش 8 نقط مع 6 اسيست. مش بس عم بحط بيعمل اسيست عم يعمل كنترول للجيم. دندش بيدو شماشه حلوه يا دندش. نقطه العشره. شوفوا عم بينط عليه بوينتر. شوفوا قد ايه ستة بالعالي. هول هولسي باسكت ان. انا محل بيبلوس كل الناس دي ما بيلعب الا لهولسي. بس هولسي 18 نقطة. دندش رائع الباس يا دندش. اسيست جديد من الدندش السابع. وفرانكلين نقطه 26. فرانكلين اكثر جيم مسجل فيه 32 نقطة. رح يقدر يسجل اكثر من هيك اليوم؟ هولسي بتبرم لستيفان كليتي قصيري. ترجع عن ستيفان كليتي عن جديد بحطها هالمرة. ستيفان 9 نقط لستيفان. بينزل الفرق ل 20. الفرق صار 20. دندش فيك باس حلو كثير. ما بيقدر يقطع بشاره. كنعان بفوت على الملعب محل هول. بوينتر تبرم لعند ستيفا. بوينتر عن جديد فاول على جيمي سالم. كمان توصل عند هاريس. هاريس دانك كمان وحدة من التيرن اوفر. بحط نقطه ال 23 بدانك. حلو كتير هاريس. فاول بشارة على كنعان.
22 نقطة الفرق. كنعان أول فري ثرو برا. واحدة من اثنين، 10 نقط مع 8 ريباوندز للكنعان. دقيقة و 30 ثانية، إلنا زمان ما شفناهم فوش تدخل التنظيف، إلنا زمان. هارس سالم ستيل من ستيفا دغري، ستيل بيوصل لباسكت، ستيل اوتلت باس دنك، نقطه العشرين لهولسي. كمان ستيل تاني، توصل عن بوينتر، بوينتر بحط بيده الشمال. أقل من دقيقة ليخلص الكوارتر الثالث، 10 نقط لبوينتر، الفرق 17. حسن عم ياخذ وقته، 9 ثواني، 6. تأخر دندش ورا ظهره ترافيس، نو باسكت. تروح على استفاء من الثلاثة، سريعة سريعة، كان عندك طور، خود آخر أتم بالجيم. شوف هلا هارس رح ياخدوا آخر أتم دلويزي، لو فاضي مع الاستفاء خليها معك وخود آخر أتم، إذا فاتت عظيم، ما فاتت هن ما بيقدروا يعملوا أتم جديد. هارس فاول على بوينتر، هذا الفاول الثالث على بوينتر، 6 ثواني و14 ثانية. فيك حلو كثير، بفوت على الباسكت ما بيخلص، جيمي سالم كمان ما بيخلص، هيك بيخلص الكوارتر الثالث 71-54، 17 الفرق. شوفوا بس يلعب شوي بسرعة فريق، حيلا فريق من الفريقين، شوفوا كيف ياخذ سلات هينين، يعني بيبلوس ركضوا شوي، ستيلز ركض، نزلوا سكور ل 17. أكبر تقدم للويزي بهالجيم كان 23 نقطة، أما بيبلوس بأول الجيم تقدموا نقطتين وما عادوا تقدموا أبدا. الويزي كانوا أب ب 23، هلا الفرق 17 بالكورت الرابع. أنا محل بيبلوس بلعب بريس، ما بقى في اعمل شيء، بدي جرب، بدي خانق، بريشر على الطابع على طول، جرب نوع بريس اثنين، هاف كورت، فول كورت، بدي جرب شيء، ممنوع اترك الجيم ماشي مثل ما هو. بالنسبه للويزي عظيمين، عم يلعبوا باسكت حلو. كنعان ريباوند، ستيفا موبلي فاول، قلت لكم باسكت ان، لا اوتسايد، نو باسكت. كنعان دبل دبل، 10 نقط مع 10 ريباوندز، دفاع منيح من بشارة،
جيمي سالم دندش لعند سالم عن جديد سالم تيرن اوفر ربيع ديب محل جيمي سالم جيم رائع للويزي خلينا نشوف كورتر الرابع كارل موبلي هوك شوت بدك تقرب على السله بحطها موبلي موبلي سله جديده له نقطه 22 هولسي هيدا هولسي سلي من تاني ميل نقطة 28 لفرانكلين فاول على هاريس كنعان أكثر لعيب عمل ريباوندز ب 11 فرانكلين أكثر لعيب مسجل 28 دندش أكثر لعيب عامل فاول عديب أكثر لعيب عمل أسيست دندش 7 أول فري ثرو بوينتر برا تاني فري ثرو كمان برا هاريس الريباوند هاريس بيفكر فيها دبل دبل لهاريس كمان ب 23 نقطة و10 ريباوند دندش ربيع ديب ستيل بيلعب الباس لهولسي بيلحقها هولسي ترجع لعند ستيفان كان سركيس من الثلاثة ما بحطها بتروح لعند هاريس هاريس فايك على الثلاثة بياخد وقته صح هذا الباسكت الصح دندش بشارة ديب هاريس فايك بحط سلة حلوة لهاريس نقطتين جداد لهاريس نقطه 25 موبلي موبلي موف حلو كثير ما بيحطها دندش ثمان ثواني على الشوت كلوك باس جديد اسيست لا مش اسيست لو حتى كانت اسيست علي كنعان دغري لبوينتر ريباوند جديد لكنعان بوينتر ما بيحط ديب دندش دندش ثلاثة برا سركيس الريباوند سركيس من الثلاثة بتقلقل بتطلع برا دندش فرانكلين ديب ستيل فاست بريك بوينتر سلة هيني تايم اوت هذا التايم اوت للويزي 58 75 فرق 17 نقطة بذكركم أكثر تقدم كان 23 للويزي الجيم الوحيد يلي ربحوه بيبلوس كان أول جيم ببطولة إلهم أول جيم بالبطولة إلهم
ربحوا برات أرضهم على التضامن. هارس 31 نقطة، أكثر جيم بيسجل فيه بطولة لبنان كان هارس 31 نقطة. موبلي 15 ريباوند، ودندش 8 أسيست. دندش اليوم 10 نقط 5 ريباوند 7 أسيست، جيم كبير. هارس 25 نقطة 10 ريباوند بالدبل دبل و3 أسيست. فرانكلين 28 نقطة 9 ريباوند. هدول أرقام لعيبة الويزي. بالنسبة لبيبلوس هولسي 22 نقطة مع 5 ريباوند. علي كنعان عمل دبل دبل 10 نقط 12 ريباوند. ستيفان 9 نقط، بوينتر 12. هول وبيروتي على الملعب. دندش ديب. فرانكلين ما بيحط. بيروتي ريباوند. هول موبلي. موبلي بيدو شمال ما بيحط. ريباوند لهارس، كمان ريباوند جديد لهارس ال11. بيلعب لفرانكلين، باسكت ان لفرانكلين مع فاول على بوينتر. بعد فيه 5 دقائق و41 ثانية ليخلص الجيم. فرانكلين صار مسجل 30 نقطة وعنده فري ثرو. إذا بحط هيدي الفري ثرو ما بحطها بضل على 30، لو حطها بيعدل رقمه الشخصي أحسن بأحسن جيم مسجل بجيم واحد. بوينتر ما بحط. هارس ريباوند جديد. هارس وكنعان صاروا 12 ريباوند. هارس عم ياخذ وقته 6 ثواني على الشوت كلوك. بفوت بلوك شوت من ستيفان. بوينتر بيلعب لستيفان من ثلاثة ما بيحط. دندش الريباوند. دندش هارس موبلي. دندش كمان باس حلو كتير وباسكت لفرانكلين. 32 نقطة لفرانكلين، بيرسونال بيست بالنقط ببطولة لبنان لفرانكلين. هول هول حط 3 نقط، نقطة الثامنة. ما كان بده يشوت، ما كان بده يلعب خلال الجيم، ما بده يجرب. فرانكلين فاول، انسبورتسمان لايك فاول على ستيفا. اثنين فري ثروز لترافيس فرانكلين. اول فري ثرو برا. ثاني فري ثرو ان. 33 نقطة. دندش. موبلي من كيتي ما بيحط. ريباوند. هول بيلعب لموبلي. موبلي بيسجل. هولسي هيدا مش موبلي. نقطه ال 24.
فرانكلين. موبلي من كيتي. هيدا موبلي. ريباوند البيروتي. موبلي كمان نقطه 26. يعني الوحيد اللي عم يلعب اليوم هو موبلي، عم بيجرب وعم بيقاتل. ببيبلوس عم نحكي. دندش لموبلي ما بيحط. اوفنسيف ريباوند وباسكت ان لترافيس فرانكلين. خمسة وثلاثين نقطة لفرانكلين. العموري مع عشرة ريباوندز. تبرم لعند فرانكلين. كمان بده يلعب فرانكلين. بده يلعب على هول. طابي توصل لعند هاريس ما بيحط. يخلص الوقت 24. بعد في اقل من دقيقتين ليخلص الجيم. بيروتي بفوت على الباسكت وبيسجل نقطتين البيروتي، اول نقطتين له بالجيم. بس شوفوا الفرق 12. كمان من تاني ميل دغري برد عليه كارل عاصي. بيروتي بيلعب لهولسي. ستيفان بيروتي فيك بفوت على السلة وبحط سلة تانية البيروتي. ديونوس دندش فاول على هول. كوينسي دوبي وديماريوس بولز اكثر لاعبين مسجلين 36 نقطة، اكثر لعيب يعني اكثر لعيب مسجلين ببطولة لبنان بجيم واحد 36 نقطة. هن هالاثنين موبلي ثلاثة بحط الموبلي ثلاث نقط، نقطة 15 واسيست لفرانكلين. هول بفوت على الباسكت بياخذ الفاول. 48 ثانية ما قلت لكم بجيم واحد بولز ودوبي 36 نقطة، أكثر شيء مسجلين بجيم واحد بطولة لبنان. علي كنعان وفريزر 20 ريباوند بجيم واحد. أسيست كريس كروفورد 12 أسيست بجيم واحد. بلوك شوتس 8 داريوس تاونز بجيم واحد. ستيل 6 دوين جاكسون. هول على الفري ثرو. واحدة من اثنين. موبلي بجرب يجيب الريباوند. جامبول 46 ثانية ليخلص الجيم. 87 73 الطابة بوزيشن مع الأبيض الويزي. لازم يعطوا الطابة لفرانكلين ليصير هو أكثر لعيب مسجل بجيم واحد. ستيل بيروتي ما بحطها بيده الشمال. هولسي فرانكلين فرق 12. فير بلاي هيك مشاهدينا بيخلص الجيم 87-75 بعد ما قدر يتقدم فترة من فترات 23 نقطة. بيخلص الجيم 12 نقطة للويزي.
جيم كتير مهم للويزي يقدروا يربحوا. الويزي بيتقدم هلا على بيبلوس، بيصير عنده 5 خسارات وربحين. خلينا نحكي اول شيء اذا فينا نحكي مع رودريك. رودريك فينا بدي اسالك، الويزي منيح ولا انتو كنتوا عاطلين؟ اثنين سوا، هن لعبوا كثير منيح اليوم، لعبوا مع بعض، لعبوا فيري جود ديفنس، ونحن كنا كثير عاطلين على الديفنس وعلى الاوفنس. مزبوط، بس ليش؟ يعني مثلا في لعيب مثل هول مثلا، لعيب من احسن لعيب لبنان، يعني ما كانه جاي يلعب، ما بعرف، ما في اجوبه. ايه يعني حتى التيم ورك ما كان مبين، ايه كان عاطل يعني، يعني ما نو كومنت. نو كومنت. طيب جود لك للجيم الجاي، مبروك للويزي. ثانك يو، اكيد مبروك للجويلي، مبروك. جود لك للجيم الجاي، ركزوا اشتغلوا على القصص اللي بتشتغلوا عليها، فريقكم حلو، بدنا نشوفكم عم تلعبوا منيح. قرب عود عود دندش عود. اول شيء خبرني في حطيت سله كثير حلوه، لمين اشرت؟ لا الاول جيم قلت لي خلي ايدك فوق، فخليتها وطلعت فيك. اوكي ما اول شيء زيح شوي عن الجاكيت، طلعت لنا اياه عرق يا زلمه. شو هذا كل لعيبه بيقطعوا لو دندش جيم بعقد، غير انه سكورز واسيست وكذا، يور كنترولينج ذا تيمبو، عم تسيطر على الجيم، برافو عليك، عم تعمل جيم كثير منيح. بس قل لي الويزي كانوا هالقد عاطلين ولا انتوا عم تلعبوا هالقد منيح؟ هلا شو بيصير بهيك وضع؟ جورج شو بيصير بهيك وضع؟ ننطر هلا ننطر معودين بلبنان. بس ماشي، وين التليفون؟ لحظة لحظة، بكمل عادي. لحظة، وين الضوء؟ كيف هاي؟ حلو هيدا الانترفيو. شو بك عم تضحك؟ ليك رح لك كل صراحة، لا مش نحن البيبلوس كانوا عاطلين، نحن كنا كتير منيح. نحن عم نتحضر اول بطوله، اجوا جيمات طف علينا، بتعرف اول بطوله الفريق ما بيكون مع بعض مثل ما لازم الكيمستري. جيم بعد جيم تحسننا، خاصه الجيم الهومنتمن اعطانا بوش كثير قويه معنويات، يعني نحن اعطتنا مثل ساين انه نحن بنقدر نربح اي فريق اذا كنا كثير منيح. اوكي وهذا الشيء اللي عم نشتغل عليه صراحه. اون بيرسونال ليفل، انا بتعرف انت انا ضحيت بالسنه بالثانيه، وهي السنه ساعدتني كثير، هي السنه بالثانيه بس ضغط على الاولى حسيت حالي مرتاح لانه كوتش مروان حدي واعطاني كل هالمعنويات. هلا انا عم بلعب بطريقه مرتاح مبسوط وما في بريشر علي صراحه، يعني يعني حتى لو كنت مع اي فريق انا صرت مرتاح، عندي الكونفيدنس اللازم للعب. اوكي رح نكمل هيك بهال اساسا عم تلعبوا، حتى الجيمات تخسرتوها عم تفرجوا جيمات كثير منيح، رح تضلوا وقت طالما فيها الفايتنج سبيريت، طالما في فريق ويز كثير منيح واجانب. بعد جمعتين من رياحة مشاهدينا بنرجع معكم مع بطولة لبنان للباسكت 2017-2018. نحن اليوم بالزوق من ملعب جامعة الويزي. الويزي عم يستقبل بيبلوس بجيم أكيد رح يكون رائع، لأنه اثنيناتهم عم بيقدموا نفس المستوى، اثنيناتهم بنفس المركز، اثنيناتهم عندهم 5 خسارات وربح. خلينا نحكي شوي على الجيم مع رودريك. رودريك اول شيء الحمد لله على السلامه، اول جيم لك السنه فينا نقول صح، اول جيم يعني اذا فينا نقول كيف حس حالك؟ كيف صرت؟ صرت احسن بكثير من قبل، وبعد بدي شوي يعني يمكن جمعه جمعتين بصير 100%. عم بتمرن واليوم رح اكون مع الفريق، كوتش ديسيجن يعني هو بيقرر اذا بفوت او ما بلعب، عرفت؟ بس انا منتلي ريدي، وهذا الجيم كثير كثير مهم لفريقنا اثنيناتنا، نحن والويزي 1-5 ومن تحت اثنيناتنا بدنا نعلل، سبيشلي نحن يعني مش هيدا المركز اللي بدنا نكون فيه بالسيزون، سو لازم نعمل كل شيء عنا تنقدر نربح هيدا الجيم. طيب الويزي عم يلعبوا احسن منكم اذا فينا نقول، ما نتخبى وراء اصبعنا، الويزي عم يلعبوا باسكت كثير حلو، حتى الجيمات اللي خسروها بصعوبه. صح، انتم كنتوا عم تخسروا جيمات بسهوله، في جيمات خسرناهم بطريقه كثير بشعه، ما بترد يعني ما بتفرج الايمج المظبوط تبع الفريق. اخر جيمين لعبنا كثير منيح ومنت من
بعد جمعتين من رياحة مشاهدينا بنرجع معكم مع بطولة لبنان للباسكت 2017-2018. نحن اليوم بالزوق من ملعب جامعة الويزي. الويزي عم يستقبل بيبلوس بجيم أكيد.